زي ما شفنا ده كان ملخص فوز الاهلي على غزل المحله في ملاعب الناشئين بمدينه نصر 1-0، وشفنا هدف من الاهداف الحلوه جدا. يا ريت نشوف الهدف مع بعض تاني عشان نحلل هدف واحد من الاهداف الحلوه دي. كانت كره ثابته او فاول لصالح غزل المحله، قدر يتعامل مع حارس مرمى النادي الاهلي بالبوكس. والنهارده مهاره عاليه جدا من اللاعب عبد الرحمن رامي، يعني الشهير بمانو، سرعه عاليه جدا. لكن عايز ارجع للهدف من اوله واستلامه، الاستلام اللي بالحركه هنا فاول لصالح غزل المحله، حارس مرمى النادي الاهلي تعامل معاها اداها واحده بالبوكس. النهارده رقم 10 شتت، الاستلام هنا استلام حلو جدا من اللاعب عبد الرحمن رامي، بوش رجله الخارجي فتح لنفسه مساحه، قدر يستخلص الكره بشكل جيد، وهنا بسرعته زق الكره وراها، استغل عامل السرعه. هدف من الاهداف الحلوه والاهداف الملعوبه، حاجه زي اهداف محمد صلاح كده في الدوري الانجليزي. وهنا التعامل مع حارس المرمى بهدوء بثقه، قدر يحطها على شمال حارس المرمى. يا ريت نعيد الهدف تاني يا جماعه. هدف من الاهداف الحلوه جدا، تعامل حارس المرمى بشيء من الذكاء، رقم 10 بظهره بيشتت الكره، لكن هنا محضر نفسه عبد الرحمن رامي الشهير بمانو في الاستلام الحلو قوي في السرعه، واخد القرار وبيزق وبيروح. وحارس المرمى هنا التعامل بهدوء، دخل ال 18 بدا يشغل دماغه هنا، ما استخدمش بقى القوه والسرعه، هدي على كورته بدا يركنها على حارس مرمى. هدف من الاهداف الحلوه زي ما بقول لحضراتكم، هدف زي اهداف محمد صلاح في الدوري الانجليزي، هدف من الاهداف الحلوه. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل اتنين من نجوم المستقبل ميدو أسامة وأحمد طعيمة، اتنين من لاعبي فريق 2003، ولكن بعد الفاصل. بعد فوز ماتش الزمالك طبعا احنا اتكلمنا معاهم اللي احنا ما نبقاش داخلين ماتش المحلة، واحنا يعني عشان ماتش الزمالك، بعد ماتش الزمالك بيبقى اللعيبة برضو مريحة شوية أو مكسلة شوية، فاحنا كان كلامنا معاهم كلهم اللي احنا لازم الماتش اللي بعد ماتش الزمالك لازم نعمل أداء كويس ولازم نعمل مكسب كويس، والحمد لله الأداء كان كويس، والنتيجة كانت 1-0، بس الحمد لله الأداء كان كويس والحمد لله. أكيد طبعا المباريات اللي جاية كلها صعبة، عندنا ماتشات، عندنا آخر ماتشين في الدور الأول، ماتشين صعبين، ماتش بره مع القناه وماتش هنا مع فريق زد، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في الماتشين الجايين ونخلص الدور الاول برضه في المركز الاول باذن الله، ونبتدي الدور الثاني ان شاء الله بدايه كويسه، ونحاول ان احنا باذن الله باذن الله تبقى ماتشاتنا كلها مكسب، وان شاء الله باذن الله ناخد البطوله باذن الله بدري عن نهايه الموسم ان شاء الله. فوز مستحق النهارده كأداء وكرجولة وكروح، والحمد لله انك ماشي بتكسب اهو، ده سلسلة انتصارات، فدي حاجة كويسة جدا. واهم لحظة يعني لحظة الجون، يعني فانك تساعد فريقك ان انت اللي هو الفريق يكسب، دي حاجة شعور ما يتوصفش. يعني كنا المفروض طبعا بعد ماتش الزمالك ننزل نكسب الماتش ده عشان الناس ما تقولش علينا ان احنا مستهترين، وعلى طول يعني الناس على طول يعني بتركز على الماتش اللي بعديه. طبعا الجهاز الفني قال لنا لازم ننزل نكسب ورجوله ومن اول دقيقه عشان ممكن لا قدر الله الماتش يتعقرب ولا حاجه. كابتن تامر قال لنا قبل الماتش ان احنا ننزل نلعب بروح ورجوله عشان ما نقديش بشكل وحش، ويقول ان احنا بنستهتر وكده بالفرقه، فالحمد لله نزلنا قدينا الحمد لله. الحمد لله لعبنا رجاله وربنا بيدي لكل اللي بيتعب. الجهاز الفني الحمد لله شغال معانا من اول الاسبوع، شغل كويس وبيجتهد معانا، ربنا ادانا في الملعب الحمد لله. كل ماتش هيلعبه هتبقى ماتش بطوله، مش عايزين نخسر ولا بونت، عايزين ان شاء الله نفضل مستمرين بنفس عدد فرق النقط، يعني فرق يعني بيننا وبين الزمالك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نكسب ان شاء الله.